المشاكل البيئية ربما خلال هذه السنوات. على وقع الجفاف والتصحر أزمة خطيرة تهدد العراق، فهل هي ظاهرة أم مشكلة أزلية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصادنا الرمضاني لهذا اليوم. عودناكم نتناول مواضيع اجتماعية بطابع سياسي، اليوم راح نتناول موضوع مهم جدا هو موضوع التصحر. مثل ما تعرفون مشاهدي الأحبة، العراق يواجه أكبر مشكلة بيئية بتاريخه، تمثلت هذه المشكلة بالتصحر الشديد اللي تعرض للخطر أمن الغذائي. هنا تتضافر العديد من العوامل الطبيعية والبشرية بصنع هاي الظاهرة، لها نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية وحتى حضارية وخيمة. أبرز هذه المسألة تحرك الكثبان الرملية، هبوب العواصف الرملية والترابية الشديدة وما ينتج عنها من زيادة تلوث الهواء. بهاي الحلقة راح نحاول التعرف على تطور المشكلة، نحلل أسبابها ونتائجها، ولربما نصل إلى أعتاب المعالجات. تفضلوا بقوا ويانا مشاهدي الأحبة ونتابع سوى التقرير الآتي، وبعدين نفتح محاور الجلسة الحوارية ويا ضيوفنا الكرام. تم اختيار ملف التصحر لهذه الليلة لأن الظاهرة البيئية بدأت تنمو بشكل مريب وتأثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات اللي راح نشير إلى بعضها فقط دون إجراء رسمي مؤثر. تعالوا نفكر سوا، إيش قد حجم الخسائر نتيجة توقف الملاحة الجوية وانقطاع الخطوط السريعة للنقل البري؟ وإيش قد بضائع راح تتأخر ومنو يتحمل الخسائر؟ وجد أجهزة إلكترونية معرضة للتلف نتيجة دخول التراب إلى أجزاء حساسة منها؟ كل هذا خلوه على صفحة. كم حادث سير يحصل في موسم التصحر؟ وكم عائلة ممكن تنسبه؟ خاصة وأن العواصف الرملية يصعب التنبؤ بها، هاي إذا كان أكو مرصد للأنواء الجوية. كم طفل رضيع معرض للاختناق؟ وكم متقدم في العمر معرض لأعراض خطيرة؟ وبهاي الحالة وين ينطي وجهه ويا مستشفى يروح؟ هاي الأسباب اللي هي جزء صغير من حجم أضرار العواصف الرملية، اختارينا هذا الملف عسى أن نحرك ساكن وندفع باتجاه الحل. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيوفي الكرام الأستاذ حاتم حميد مدير مركز الوطني لإدارة الموارد المائية. حياك الله أستاذ حاتم، ضيفا كريما، رمضان كريم، صيام مقبول إن شاء الله. ورحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد حسين، معاون مدير دائرة البستنة في وزارة الزراعة. حياك الله دكتور أحمد، ضيفا كريما، حياكم الله، قبل أعمالكم إن شاء الله. مشاهدي الأحبة، قبل أن نفتح محاور جلستنا الرمضانية أجرينا سؤال استطلاعي راح ناخذ رايكم به عبر دخولكم وتصويتكم عبر مواقعنا الالكترونيه، بالتالي في نهايه الحلقه راح نعرف نتائج هذا الاستبيان او الاستطلاع. هل تعتقد ان شبح التصحر سيهدد ما تبقى من الاراضي الزراعيه في العراق؟ يا ريت تجاوبونا عن هذا التساؤل. ابدا مع حضرتك دكتور حاتم. استاذ حاتم، ليش ما يتم الاستفاده من المساحات الشاسعه اللي يتمتع بها العراق هسه بحضارتنا وقاريها بالتاريخ، انه ارض السواد لكثرة النخيل والزرع ببلاد الرافدين، دجلة والفرات، لربما البيئة الطبيعية وفرت لنا يعني الفرص الذهبية. معقول احنا كل هذه الفرص اللي عندنا والعراق يعاني من التصحر؟ شكرا على الاستضافة. بالنسبة للتصحر، التصحر بدأ من سنوات طويلة في العراق، لكن كان هذا التصحر يكون نسبي وقليل جدا، سرعان ما يتضاءل بسبب الطبيعة اللي موجود فيها العراق. لكن بالسنوات الأخيرة نتيجة لعوامل ملحة أصبح خطر التصحر كبير جدا، وبدأت أراضي كبيرة تخرج من الزراعة وتتصحر، مما تسبب مشاكل بيئية كبيرة للإنسان والبيئة.
مثل ما تعرف سابقا يعني جغرافية العراق، شمال العراق منطقة رطبة، وسط وجنوب العراق منطقة شبه جافة إلى جافة. نسبة الأمطار التي تتساقط في جنوب العراق تقريبا من 50 مليم إلى 100 مليم، وهي نسبة قليلة جدا. نسبة الأمطار التي تتساقط في وسط العراق تصل من 100 إلى 200 مليم، وهي نسبة متوسطة. بينما شمال العراق نسبة الأمطار فيه تتراوح من 350 مليم إلى 1000 مليم. طبيعة الموزائيك الجغرافيا اللي موجود في العراق، أما في السابق أراضي خصبة للزراعة بنسبة 100%. طيب أستاذ حاتم، هنا يعني خلي الداخل وحضرتك، لما نتحدث عن هذه المفردات نعتبرها تحديات، بالتالي وزارة الموارد المائية ما أخذت على عاتقها وضع خطط استراتيجية 5 أو 10 حتى تحد من هذه الحالات؟ بالنتيجة وزارة أصبحت يعني هي المسؤولة عن هذا القطاع، وإحنا هسه مرات نسميها حرب مياه، مرات نسميها تحديات خارجية عندنا، ولكن بالمتوفر عندنا الزراعة بالتنقيط وغيرها من هذه الوسائل، شو سوت وزارة الموارد المائية تحديدا؟ وزارة الموارد المائية يعني من 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 بدايات نقول 1900 ولا يعني كان حتى لما كانت ما موجودة وزارة، كانت اكو الحكومات اللي موجودة سواء بالاحتلال او بالانتداب او بالملكية او بالجمهورية تدير الموارد المائية، لكن كانت هناك ثروات مائية هائلة ترد الى الارض. ما يرد في حوضي دجلة والفرات من إيرادات مائية يقدر ب 100 مليار متر مكعب بالثانية، يكفي ويزيد عن حاجة العراق. لماذا في السابق كان كل هذه الإيرادات ترد إلى العراق؟ لا يوجد سد، لا يوجد عائق يعني يخزن هذه المياه ويحرم العراق منها. لغاية عام 1980 1990 1998 كانت تأتي إلى العراق موجات فيضانية كبيرة رطبة. السنوات الشحيحة كانت كل 15 سنة، كل 10 سنوات تأتينا سنة شحيحة واحدة، لكن خلال المواسم العشرين الأخيرة لاحظنا بأنه مواسم الشحة بدأت تتعاقب، كل سنتين أو 3 سنوات تأتينا متتالية سنوات شحيحة، كان الفارق الزمني بينها 10 سنوات، أصبح الفارق الزمني 6 سنوات، حاليا الفارق الزمني بين كل موجتين شحيحة 3 سنوات، ومن المتوقع أنه خلال الفترة القادمة تصل الفترة الفترات الشحة بينها تكون سنة. تحديات كبيرة، يعني أنت يعني خلنا نأخذ مثل بسيط لما كان العراق موجود في السابق وحاليا. كان نهري دجلة والفرات ينسابان باتجاه شط العرب، كانت أخصب منطقة في العراق هي مدينة محافظة البصرة. النخيل، الحمضيات، الفواكه، أشكال الأخصب منطقة، حتى منطقة سميت بأبي الخصيب نتيجة وفرة المياه فيها وعذوبة المياه والبساتين اللي موجودة فيها. لكن حاليا ماذا يحدث في البصرة؟ تبكي من شح المياه نتيجة. طيب. سببين رئيسيا حتى نعرف الأسباب الرئيسية اللي أثرت على الإيرادات المائية. مثل ما قلت أنه أنا وسط وجنوب العراق الأمطار ما تقدر تغذي 100%، ممكن التغذية تكون 20 إلى 30%، لكن يعتمد على الإيرادات المائية التي تأتي في نهري دجلة والفرات حتى يقدر يكمل الريات الخاصة بالزراعة. خلال السنوات الأخيرة التغيرات المناخية كان لها تخفيض 25% من الإيرادات المائية. تطوير المشاريع في دول الجوار، دول الجوار كان الأمطار تسقط فيها تذهب للبصرة، لكن حاليا أكو سدود تسيطر على هذه الإيرادات مما سبب نقصان في الإيرادات أيضا 25%. طيب يعني ضيفنا الكرام، احنا عادة لما تناولنا عدة مواضيع في لغاية موضوع الحلقة، الملاحظ بأنه تداخل صلاحيات وجهات كثيرة مسؤولة عن ملف واحد. لحد حلقة البارحة كانت أمانة بغداد مسؤولة عن الخدمات في أطراف المحافظة، وأيضا في داخل المحافظة مجلس محافظة بغداد أو محافظة بغداد مسؤول عن الأطراف، ووزارة الإسكان والإعمار والطرق والجسور وغيرها من هذه المؤسسات. أيضا كانت حلقة سابقة هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات مسؤولة عن ملف واحد الإنترنت وغيرها.
احنا هسه اليوم في هذه الجمعة الطيبة وهذه الجلسة الرمضانية، وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة، اذا ما اخذنا بعد الوزارات الداعمة والساندة، وزارة البيئة والصحة لها جوانب معينة في هذه المسألة. نتحدث كما تحدث الأستاذ حاتم دكتور أحمد عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة. لما تكون هكذا تحديات، وزارة الزراعة شريك رئيسي مع الموارد المائية، الخطط اللي وضعتها، يعني احنا سابقا كانت ظروف العراق بهالشكل، ولكن هذا التطور التكنولوجي ما نستفيد من عنده، ما نقدر نطور مهاراتنا وإمكانياتنا حالنا حال الدول الباقية. بداية تحية لك أستاذ أحمد وضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة وزارة الزراعة هي جهة قطاعية حسب قانونها اللي يحددها خدمية بحثية إرشادية، لكن هذا لا يخلي مسؤوليتها على أن تتحمل جانبها المهني والفني في متابعة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي. ووزارة الزراعة هي وزارة يمكن من أكثر الوزارات اللي لا يمكن أن تعمل بشكل مستقل بعيد عن بقية الوزارات، ولها ارتباطات أخرى مع وزارة الموارد ووزارة البيئة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة التجارة، بالإضافة إلى مجالس المحافظات من حيث متابعة تخصيص الأراضي وإدامة الخطة الزراعية. التغيرات المناخية حاليا والتصحر اللي يعاني من العراق هي مشكلة عالمية وكان متنبأ فيها سابقا، والدليل عليها أنه راح نلاحظ الإيرادات المائية مثل ما تفضل السيد المدير العام أستاذ حاتم، أنه إيراداتنا المائية من 100 مليار متر مكعب بالسنة إلى أقل من 30 مليار، بحدود 70% انخفاض بالواردات المائية، وهذه الواردات هي جملة في دول المنبع هي منخفضة. فبالتالي أنه طبيعة المنطقة كجغرافيا بالكامل كأقاليم ودول الجوار هي كلها متأثرة، والعراق هو مصنف عالميا من الدول الخامسة على مستوى العالم بالنسبة للتغيرات المناخية وتأثيرها البيئي. وزارة الزراعة أخذت في السنوات الأخيرة في منحها وفي خطتها الزراعية أنه تتلائم، يجب التعايش والتكيف مع هذه المشكلة العالمية. إجراءات التعايش والتكيف وضعت لها خطط، وخطط هذه الخطط تنفذ من خلال برامج قادتها وزارة الزراعة، ويشرف عليها السيد الوزير بشكل مباشر من خلال اللجان التوجيهية، سواء كان على مستوى التصحر وعلى مستوى استخدام الأصناف الزراعية المتحملة المقاومة للضغوط. دكتور أحمد، يعني احنا بصراحة يعني كوسيلة إعلامية همنا أو معيارنا بالقياس هو المواطن العراقي. المواطن العراقي مدى استفادته من الزراعة؟ يعني حضرتك نوهت إلى وزارة التجارة، هسه حتى بالاستيراد وزارة التجارة خالية اليدين، لربما التجارة والاستيراد من القطاع الخاص، تبادل تجاري ما عندنا، فقط صرنا مستهلكين خصوصا للمواد والمحاصيل الزراعية. بالتالي وزارة الزراعة ما ممكن تسد هذا النقص. نشوف في بعض الأحيان لافتات أنه وزارة الزراعة عندها منتجات، وزارة الصناعة لربما بعض المنتجات التحويلية، بالنتيجة هل ضغط يعني احتياج السوق لو يظل عندنا الاستيراد هو الثيمة الرئيسية؟ أستاذ أحمد، القطاع الزراعي أنا صرحت وقلت أنه من أكثر القطاعات، وهو من أكثر القطاعات هشاشة، يعني أنه هذه العوامل من أول القطاعات اللي تأثر بها هو القطاع الزراعي، لأنه عامل غير مسيطر عليه، هو عامل بيئي، عامل جغرافي، عامل مناخ، هو ظروف غير مسيطرة يختلف عن بقية القطاعات، ولا يمكن أن يهبط برافدة الوحيدة، لازم أكو رافد أخرى وزارات أخرى تدعم القطاع الزراعي. لذلك أنه بالخطط المستقبلية إحنا كوزارة الزراعة طرحنا مشروعنا التكيف والتعايش مع التغيرات المناخية، وبدأنا بهذه البرامج من خلال برامج إنتاج الخضر والفاكهة والتمور، وأيضا من خلال تحسين إنتاج هذه المحاصيل، ودعمنا السلة الغذائية وسدينا الاستيراد لفترة طويلة، وأعلننا عن كثير من المنتجات اللي وقفنا استيرادها من خلال وزارة الزراعة. لكنه هذه المشكلة أصبحت تتفاقم سنويا، لأنه مشكلة عالمية ليس خاصة بالعراق، وهذه تتأثر بظروف بيئية ومناخية. أيضا كدور وزارة الزراعة هي اعتمدت الخبراء في قيادة بعض البرامج والمشاريع اللي وجهتها من خلال دوائرها أنه تتأقلم مع الوضع، وحسن إنتاج كثير من المحاصيل. يعني في دائرة البستنة أنتجنا خضر وهجن الخضر لمقاومة للظروف، وفي مشاريع دائرة البستنة أيضا لدائرة كاملة أصناف الفاكهة المتحملة للجفاف ومتحملة للحرارة ومتحملة للأمراض، هذا أخذنا هذا الجهد. وأيضا بذلت وزارة الزراعة من خلال جهودها أنه تنشر هذه الأصناف وتبدأ هذه بعملية الأقلمة والزراعة والانتشار. وهذا أيضا دور آخر، هناك عمل الوزارة مع المنظمات الدولية في طرح مبادرات
فنية من أجل التقليل من التغير المناخي. وأيضا وزارة الزراعة ذهبت إلى أن يكون هناك قانون طارئ للأمن الغذائي وإقرار موازنات وإعادة العمل بالمنظومة الزراعية بالكامل من خلال تأهيل بناء الزراعية. الأمن الغذائي دكتور، يعني ندخل شوية بجانب الأسعار، الأمن الغذائي هو في حالة وجود المستورد البضاعة أو المنتوج الزراعي المحلي هو أعلى سعر حتى من المستورد، لربما بعض الأحيان تكون هنالك ضواغط حكومية لمنع الاستيراد إذا كانت عندنا وفرة في المنتوج الزراعي، هذا يضعف الأسعار. يعني ما معقول اليوم كيلو الطماطم بألف ونص وغيرها من المحاصيل اللي بدأ سعرها يرتفع مع الشهر الفضيل. أستاذ أحمد، هذه المحاصيل إحنا هي بالجملة لها موسم زراعي، يعني أنه ارتفاع الأسعار وليس بالضرورة يعود إلى انخفاض إنتاجها، بالعكس، لكن موسمها الزراعي ينتهي بهذا الوقت وتبدأ بعد شهرين أو ثلاثة عملية الزراعة المكشوفة لبعض المحاصيل اللي يصير يمكن أنه خلال شهرين ثلاثة تنتهي هاي الأزمة. لكنه هذا الموسم ما ممكن أن يكون محصول هو معدل الأموات لسنة كاملة، هذه الفترة هي فترة شحة بالموسم، يعني مو موسم الزراعة لهذه المحاصيل. لذلك وزارة الزراعة تداركت مباشرة، أنطت إجازات وسيد الوزير أوعز بفتح الاستيراد للسيطرة على الأسعار، لأنه هذا لا يعود إلى نقص الإنتاج وإنما انتهاء الموسم إنتاج هذه المحاصيل. أساتذتنا الكرام وضيوفنا الأحبة، يعني غرفة الحصاد عدون تقرير انفوغراف بالأرقام والإحصائيات نطلع عليه وراح تطلعنا عليه الزميلة غفران حسن، ومن ثم نرجع نكمل جلستنا الرمضانية. التصحر هو من الظواهر البيئية الخطرة التي تهدد حياة المجتمعات بكافة الأصعدة، فتتحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى جرداء قاحلة، وبذلك تتأثر تداعيات عديدة تمس حياة الإنسان وجوانبه المعيشية. أما في العراق فهناك عوامل عديدة لنشوء هذه الظاهرة وتفاقمها، والتي ألقت بمؤشراتها الطبيعية من غزو التخبان الرملية للأراضي الزراعية وتدهور هذه الأراضي وتملح التربة وزيادة ترسبات السدود والأنهار وأيضا اشتداد الزوابع الترابية، بالإضافة إلى زيادة كمية الغبار في الجو. ومع ارتفاع هذه الظاهرة وتفاقمها والتي بدأت منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي بسبب شح المياه وظهور العواصف الترابية إلى جانب العمليات العسكرية، فضلا عن دور الإنسان السلبي في تجريد الأرض من تربتها وغطائها النباتي، كانت الإجراءات الحكومية من قبل وزارة الموارد المائية والزراعية أقل وقعا من اتساع هذه الظاهرة ولا تتناسب مع الخطر التي تشكله بالطراد. ومن الضروري جدا إيقاف توسع هذه الظاهرة والتي باتت تهدد بشكل جدي التوازن البيئي ولحقت الأضرار في المنطقة. الأمر لا يقف عند هذا الحد فحسب، بل إن الأراضي المعرضة للتصحر تتجاوز نسبة 92% من المساحة الإجمالية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحاب بضيوفي الكرام الأستاذ حاتم والدكتور أحمد، وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ لبيب كاشف الغطاء المدير التنفيذي لمشروع نخلة. حياكم الله ضيوفي الكرام مرة أخرى. أبدأ مع حضرتك أستاذ حاتم، يعني شاهدنا بالإحصاءات ولغة الأرقام أكو كثير من المساحات لربما في العراق لا زالت صحراوية، بالتالي عندنا مسح ميداني كشوفات نحصي هذه الأراضي حتى نوضع لها فد حلول معينة. لو هذا التصحر بدأ يوم عن يوم يزيد، العوامل الخارجية تكلمت عنها حضرتك، ولكن عوامل داخلية، كل بستان عامر بالنخيل نوقع النخر مالته وبالتالي يوزع أراضي تكون أراضي سكنية ضمن موضوع البناء العشوائي. شكرا لك أستاذ أحمد. بالنسبة للتصحر، يعني التصحر أكو عوامل طبيعية، هذه العوامل الطبيعية تشكل 10% من المشكلة التي تؤثر على عامل التصحر، لكن أكو 90% هي بفعل الإنسان، منها البساتين اللي يتم تجريفها بالمدن لغرض إسكان الناس لنتيجة قلة السكن للمواطنين، فيلجأون أصحاب الأراضي اللي عندهم عقود بساتين أنه يجرفون أراضيهم حتى
يسووها بيوت سكنية للاستفادة المادية، وهذا المفروض الحكومة العراقية من خلال وزارة الزراعة والجهات القطاعية الأخرى أن تمنع مثل هذه حالة، لأنه تزيد من عامل التصحر، لأن هذه أراضي يعني تخصيصات مائية، بالتالي أنه شنو فائدة النخل شنو والقاع صبخة جواه، خلي يجرف ما راح تأثر لا على حزام أخضر ولا على مساحات خضراء، بالتالي خل تسكن الناس. لا أستاذ أحمد، هذه العقود الزراعية عقود البساتين هي مستدامة المياه، مهما ما في سنة من السنين وزارة الموارد المائية قطعت الإطلاقات المائية باتجاه عاملين رئيسيين هو مياه الشرب للإنسان والحيوان والنبات اللي هي البساتين بصورة رئيسية، لأنه هذه مثل الإنسان إذا قطعت عنها الماء تموت، يعني مو مثل الحنطة ممكن انه انا ما ازرع هالسنة لانه ما عندي مي، بس البستان هذا لازم على مدار السنة انا ازقي مثل ما ازقي يعني البشر، لانه هذه حتى يبقى مستدام يجب ان يسقى باستمرار، فماكم من ضمن اولويات وزارة الموارد المائية انه احنا ما نعطي مياه للبساتين، لكن هي اصبحت عامل تجاري بالنسبة لبعض الاشخاص استسهلوا هذا الموضوع لانه بأرباح كبيرة جدا، لكن هو مشكلة اثرت على زادت من التصحر، مشاكل التصحر اللي موجودة. وزارة الموارد المائية أعدت عام 2014 دراسة استراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق بمشاركة وزارة الزراعة والنفط والبيئة وكل الوزارات القطاعية، أضافت إلى الإقليم كردستان وهيئة المستشارين في الأمان العام لمجلس الوزراء. هذه الدراسة الاستراتيجية قسمت العراق إلى 16 زون، 16 منطقة بيئية، هذه 16 منطقة قسمتها مثلا جنوب العراق، هذه المحاصيل اللي المفروض تزرع به بناء على ملوحة التربة اللي موجودة، نوع التربة اللي موجود، نوع المياه اللي تغذي هذه البساتين، هذا مهم جدا. احنا اذا اتبعنا هذه الاستراتيجية ممكن انه ننجح في زراعة اكبر مساحات زراعية ممكنة بنفس كمية المياه التي تطلق حاليا. اضافة الى شيء الاضافي الاخر اللي هو احنا خليناه ضمن عامل السيطرة على التصحر، هو استخدام المياه المالحة اللي تبذل من الاراضي الزراعية في المصب العام وغيرها في عمل أحزمة خضراء حول المدن. هذه لازم الجهات القطاعية أيضا أنه تستثمر هذه المياه لغرض عمل هذه الأحزمة لغرض حماية المدن من العواصف الترابية. وزارة الموارد المائية أيضا كشفت عن مواقع المياه الجوفية التي المستدامة التي ممكن استثمارها في عمل في الزراعة في الصحراء، لكن مع الأسف يحدث حاليا استنزاف لهذه المياه وبالتالي سبب تصحر مائي إضافة إلى التصحر الزراعي. ليش؟ لأن بحيرة ساوة حاليا نضبت لأنه داير مدائرها استخدامات زراعية أكثر من الطاقة التصميمية للمياه الجوفية. عيون عين تمر، العيون اللي موجودة فيها هذه أيضا نضبت نتيجة التوسع بالزراعة، التوسع بالزراعة الغير مخطط إلى الأهوار والمسطحات المائية. بالنسبة يعني إلى الأهوار يعني أيضا يعني إحنا صراحة بعد تجفيف الأهوار من قبل النظام السابق بعد 2003 كانت هناك خطط لإعادة الأهوار، كذلك تم إدراج الأهوار عام 2017 ضمن لائحة التراث العالمي لساحة معينة ضمن أهوار الحويزة وأهوار الحمار والأهوار الوسطى. هذه الأهوار لحد الآن مستدامة، نسبة الإغمار لا زالت جيدة لغاية الآن، لكن احنا حيجينا موسم صيفي إطلاقات قليلة، نسبة الإغمار أيضا حتى هذه أيضا حسب التصحر إضافي لبعض المناطق اللي كانت مغمورة بالمياه. صراحة عفوا خاطئك، يعني احنا بدأنا بالنخيل فنعود إلى النخيل، ومن المعروف أستاذ لبيب جدة الترحاب بحضرتك أولا ونتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني تحديدا المنظمات غير الحكومية في أغلب بلدان العالم، لها دور رديف للمؤسسات الحكومية وحتى تشترك في صناعة القرار السياسي. اليوم على مستوى الزراعة مبادرتكم مشروع نخلة لاقى صدى استحسان، عشقتم مع المؤسسات الحكومية كوزارة الزراعة وزارة الموارد المائية وغيرها من هذه الجهات، وش يتضمن هذا مشروعكم وين توصلون به؟ أول شيء شكرا على هاي الفرصة الانضمام لكم، بس أحب أوضح مسألة. منظمات المجتمع المدني هي منظمات كانت تشتغل بالعراق فترة
طويلة. وإحنا لما جينا كمشروع كان عندنا خيار إن نشتغلها كمنظمة أم نشتغل كشركة. فحقيقة إحنا اخترنا إنه نكون كشركة. شركة يسموها شركة مجتمعية، يعني تشتغل شغل المنظمات بنفس الوقت تربح عم تكون مستدامة. منظمات مجتمع مدني. يعني مسجل شركات مو مسجل شركات. ليش؟ لأنه أنا ما أقدر أعتمد إنه طول السنين أنا أعتمد على منظمات أجنبية أو دعم حكومي أو هاي أمد أشتغل. إنه غير ربحية وكذا لا تتوجه للجانب. طبعاً لأنه قانون المنظمات إنه لازم تكون غير ربحية. فمعناته إنه هاي ما أقدر أطور بيها. هاي خطوة استراتيجية جيد. إيه. فشغلنا بهالطريقة. استراتيجيتنا بنخلة انه احنا نركز على النخيل كثروة حقيقية للعراق. معروف انه النخيل هو تراث العراق، وكان انه احنا الاول بالعالم بانتاج التمور واعداد النخيل. لحد 2015 صرنا تقريبا من 30 مليون نخلة الى 15 مليون نخلة. لاحظنا احنا هذا المشكلة. 2018 طلقنا بالمشروع نركز احنا اول شركة بالعراق متخصصة بالرعاية بالنخيل، من تكريب، تلقيح، تركيز، كل خدمات النخيل اللي يحتاجها مقابل اشتراك سنوي ونسبة من التمور. نسبة التمور ما تزبون نرجع لها منظف معلم. هاي احنا بدينا بيها ببيوت. بعدين هالسنة طلقنا انه لا نريد نوسع الموضوع انه المزارع الشوارع. حاليا هسه احنا قاعد نشتغل على الشوارع مال بغداد. النخيل مال شوارع مال بغداد احنا قاعد نشتغل، اخذناه من امانة بغداد مقابل بشكل مجاني، ما اخذنا منهم فلوس. رحنا وين؟ احنا على شركات او منظمات داعمه انه تريد انه تسوي اثر بيئي، قلنا لهم هاي هنا نخل متروك خلينا نساعد انه نشتغله. سوينا هاي الحمله، هاي حمله اكفي النخله، هاي السنه الثانيه لها. وقاعد نشتغل هسه بدينا بالمزارع. فكره انه مثل ما قال الاستاذ اصحاب المزارع يحسون انه المزرعه مالتهم ما لها قيمه، الناتج مالته ما قاعد يجيب ربح، فلذلك انه وين يتجه تجريفه والى انه يسوي اعمار. احنا نريد نغير هاي الفكره انه نخليه صاحب المزرعه هو الشريك ويانا، نلتزم المزرعه مالته وننتج التمور مالته ونجيب له ارباح نهايه كل سنه، بحيث انه هو يكون مرتاح باله من انه المزرعه مالته قاعد تدار بشكل جيد، خصوصا مزارع النخيل. الشيء الثاني يعني مو اتوقف بس على انتاج التمور، حتى الكرب والسعف قاعد ناخذه. هسه حاليا عندنا حمله استراتيجيه على انه اعاده تدوير الكرب والسعف الى اسمده عضويه، بحيث انه عن النخله بدل ما انه اجيب لها اسماد كيميائي او انه المزارع يشترون اسمده كيميائيه، لا انا ابيع لهم اسمده عضويه باسعار كلش بسيطه ومصنوعه هنا بالعراق، بحيث انه راح يحافظ ابو المزرعه لما يشتري السماد العضوي 20 الى 30% من السقي، راح يقلل من السقي لانه الاسمده مالته تكون عضويه تحافظ على السقي، بنفس الوقت راح تزيد من انتاجه. هاي مبادرتكم فقط في بغداد لو توسعتوا بها المحافظات؟ حاليا في بغداد بالنسب والارقام اللي وين وصلتوا بها يعني؟ احنا بدينا ب 2018 ب 20 نخله ببيوت في بغداد. 2019 120 نخله. هسه حاليا وصلنا تقريبا 8000 الى 10000 نخله. في بغداد؟ في بغداد. وكذلك انهم متجهين هسه حاليا بالموصل. الموصل انه شغله غريبه انه الموصل بها نخل، بس من 2017 لحد الساعه بسبب الاحتباس الحراري الموصل صارت ارض خصبه لزراعه النخيل، بحيث انه اكو هناك وزاره الزراعه عندها منطقه اسمها محلبيه قاعد يزرعون بها نخل، يكثرون بها نخل وقاعدين ينتجون من عندها. دكتور احمد، يعني نتحدث عن النخيل، بساتين النخيل هسه يعني بحكم ما متخصصين بالزراعه لكنه نشوف انه بستان النخيل بالأعلى شيء النخيل وجوا أشجار الحمضيات ونوصل الأرض هذه الخضروات وغيرها، يعني بساتين منتجة. أريد الجدوى الاقتصادي من هذه البساتين، بساتين النخيل وأثرها على التصحر العواصف الرملية والترابية، بالتالي هذا الموضوع ممكن أنه نوصل حتى الهواء النقي اللي عند ربو أسمه، بحيث أنه هذه العواصف الترابية ما تؤدي به إلى الاختناق. أكيد أستاذ أحمد، يعني وزارة الزراعة من أطلقت مشروع إعادة تأهيل النخيل في العراق. نعم. تعرف حضرتك وكل المشاهدين أنه الحروب العبثية قضت على كثير من البنى التحتية القطاع الزراعي وبالخصوص النخيل، واختفت كثير من ملامح الهوية العراقية اللي هي النخلة خصوصا في الوسط والجنوب، وأصبح تعدادها من 33 ألف إلى أقل من 12 مليون أو 13 مليون خلال السنوات الماضية. انطلقت في مشاريعها من بداية 2004 إلى 2010 مشروع ضخم اسمه مشروع تأهيل النخيل في كل المحافظات العراقية، وحاليا وزارة الزراعة 31 موقع
لمحطات تابعة لوزارة الزراعة تعمل على نشر النخيل والفسائل النخيل وإعادة تأهيلها من جديد. الحمد لله الأرقام اللي معتمدة من خلال وزارة التخطيط من عام 2017 إلى عام 2019 إلى عام 2020 أنه زيادة أصبح بحدود 19 مليون نخلة وبحدود 11 مليون هي المنتجة والبقية هي إن شاء الله بطور الإنتاج. دائبة وزارة الزراعة على التوسع مثل ما تفضل الأخ الأستاذ هنا أنه أيضا انتشرنا في محافظة الموصل، نشرنا زراعة النخيل اللي هي كانت علميا وفنيا غير واردة أنه يزرع النخل في نينوى. والحمد لله محطات تابعة لوزارة الزراعة وأثبتت نجاحها وإن شاء الله في خطط مراعين دكتور قضية النوع أنواع التمور طبعاً ويعني طبعاً تعدد أنواعها وعندكم أنه دخول الأصناف يعني حتى في جرودات معينة احنا كل محطاتنا هي عبارة عن جرد خارطة للصنف بتواجده بأصنافه ونسميهم ليبل يعني معنون، فمسيطرين على عملية التوزيع هذه الأصناف. وتعمل وزارة الزراعة ومن خلال دوائرها على إهداء هذه الأصناف في كل المناطق وبيعها بأسعار مدعومة جدا وأسعار رمزية قد تكون. الحمد لله يعني من خلال السنوات الماضية برنامج التأهيل أهدى إلى بحدود 75 بحدود 70 ألف فسيلة لكل المؤسسات الحكومية وكل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدمية في المحافظات الموجودة، وايضا اهداءات عنده كثيره من قبل السيد الوزير اللي هو راعى عمليه الاهداء وهذا تشجيع القطاع الاخضر زراعه الاحزمه الخضراء. فاعتيادي انه هذه الاصناف عندما تكون مسيطره عليها من مؤسسات حكوميه تعرف الاصناف فهي تعتمد هذا الصنف اللي يكون ذا انتاجيه ومواصفات نوعيه ممتازه وتعمل على نشره في كل المحطات التابعه الى دائرتنا والدوائر التابعه الى وزاره الزراعه. ايضا بالمجمل هو القطاع الاخضر او نسميه القطاع الاخضر وليس فقط نخيل، ايضا اعتمدت وزاره الزراعه من خلال شتول الحمضيات واصناف الفاكهه، وايضا عملنا الان عندنا محطات بحدود ال 14 15 موقع تنتج زيتون وتوزع تقريبا باسعار شبه رمزيه، حتى مو رمزيه شبه رمزيه، وتنتج مئات الالاف وباسعار زهيده جدا واهداءات ايضا السيد الوزير يمكن طرقت لحضرتك انه فقط هذه السنه هي بحدود ال 20 الف شتله لعمليه تشجيع الاحزمه الخضراء وتشجيع الغطاء الأخضر، وهذا كله إلى نتائج في المستقبل على التصحر وعلى التغيرات المناخية. التصحر السحر يخلي نخلق من مساحات البيئة خضراء ومساحات خضراء، على أقل تقدير نوقف هذه القضبان الرملية. شو الإجراءات اللي كانت بالسابق تتخذ يعني سامعين على حد السمع النفط الأسود وغيرهم من بعض الأمور اللي تتخذ كإجراءات، وهسه بالمواقع التواصل بعض المقاطع الفيديوية في دول الجوار تستغل العواصف الترابية وفي الآليات المعدات تهيج هذا التراب، فبالتالي نتحدث عن هذه المواضيع بالتفاصيل. لكن بعد أنا شاهد التقرير اللي أعدوا أن غرفة الحصاد واللي يتحدث عن خطوات مهمة طوال المؤشرات المخيفة على عمق الكارثة الإنسانية والبيئية اللي تهدد العراق على وقع الجفاف والتصحر وشح المياه بما بات يهدد الأمن الغذائي للمواطن العراقي، وهذه المشكلة أصبحت مشكلة عالمية. لكن أن تسمع به في بلد كالعراق المعروف بأنه بلاد الرافدين نهري دجلة والفرات فهو يثير الاستغراب ويستدعي خطط كبيرة لإدارة المياه والعمل على تشجير المساحات. فنشوف تقرير الزملاء في غرفة الحصاد ومن ثم نكمل جلستنا الرمضانية تابع زميلنا. التصحر قد يبدو للمتلقي أنه ظاهرة طبيعية منذ نشأة الأرض، لكن التوصل إلى أضرار هذه الظاهرة التي باتت تأخذ مدايات بعيدة ومساحات كبيرة من الأرض يبين حجم خطرها. فمن داخل وزارة البيئة حصلت الأيام على تصريح مكتبها الإعلامي بضرورة تكفلها بالجهد الرقابي والعمل على المعالجات الممكنة لدرء خطر هذه الظاهرة على الطبيعة وتبعاتها. هذا يجعلنا أمام وزارة البيئة اللي تدير هذا الملف أمام جهد رقابي وجهد عمل استراتيجي مع الوزارات
إن شاء الله عام 22 هو يعني يعتبر انطلاق بذهاب العراق نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالموارد المائية والذهاب نحو التقليل من استخدام حرق الوقود واستخدامات الطاقة المتجددة. أما أضرارها فلم توجز بكلمات قليلة، فالتصحر لم يكن وليد السنين القريبة الماضية، بل هي متجذرة منذ بدء الثورة الصناعية وما أثرت على العالم من تبعات لحقت بالدول ذات البيئة الهشة التي لم تضع لها خططا استراتيجية لمواجهة مثل هكذا حوادث طارئة، إذ جعلتها محلا لنشوء وتوسع ظاهرة التصحر. العراق يمر بمشاكل بيئية ربما خلال هذه السنوات، بدأ رأي العام والكثير من المراقبين للمشهد البيئي في العراق يشهد المشاكل البيئية الكثيرة التي تحيط في بلدنا الغالي، هي انعكاسات إهمال 30 سنة قبل 2003، وأيضا إهمال الملف البيئي منذ زمن الحكومات السابقة وفساد الحكومات الحالية بتعمد أو تقصير له الأثر في وضع الخطط والنهوض بالواقع البيئي لمواجهة التصحر والتخلص من أضرار الجسيمة التي لا ينفك البلد أن يعاني منها منذ سنين مضت. فمثل هذا الحزام الأخضر فقد يعد جزءا من الحلول المطروحة للحد من ظاهرة الزحف الصحراوي التي أخذت تشمل مساحات واسعة بعدما ألقى الضرر بظلاله على البيئة، والخطط العلاجية عاجزة إزاءه. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدت رحاب ضيوف الكرام في الجزء الأخير من هذه الجلسة الرمضانية وحصاد الأيام. أستاذ حاتم، سألت حضرتك قبل الفاصل أما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي من مواد فيديوية، بعض الآليات يقال أنها في الجارة السعودية تهيج الأتربة وكذا، وهذا الموضوع تدري اليوم احنا السوشيال ميديا هو محرك للرأي العام، بالتالي وزارة الموارد المائية معنية في تثبيت هذه الكثبان الرملية، يعني قبل ما كانت تصير بهالكثرة هاي. صحيح، هو نتيجة التغير المناخي اللي هي مشكلة عالمية، وتدري انت اغلب مناطق السعودية والاردن وبلاد الشام هي مناطق صحراوية، وجزء كبير من مساحة العراق الغربي هو صحراوي، لهذا هو يعني يشكل حافز قوي للعواصف الغبارية، خصوصا عندما تنشأ رياح قوية تسبب يعني أن العوالق الغبارية يعني تنتقل مع الرياح إلى مناطق أخرى، لهذا أن بعض العواصف الغبارية هي ما تنتج من صحراء العراق وإنما تنتج من دول مثل السعودية ومرات من الجزائر أيضا تأتي إلى العراق وتذهب إلى أوروبا، فهي مشكلة عالمية يحتاج أن العالم كلها يشتغل عليها. العمل الرئيسي هو أنه إحنا كيف نحد من تأثير التغيرات المناخية، يجب أن العالم كله يبدي يقلل من انبعاثات CO2 بالجو حتى يقلل من تأثير التغيرات المناخية، وإلا تأثير التغيرات المناخية على المستقبل سيكون كبير جدا وتأثيره أكثر من تأثير الحروب ربما يكون. هذه الحالة اللي قلت عليها أنه شخص شفناه بالفيديو هو بيشغل ماكينة حتى يثير الغبار، يعني هذه صراحة هذه شيء هو يعني يمكن الناس اللي يتناقلوه بالغوا به، يعني ممكن هسه أني أثير غبار بس إذا ما موجود رياح قوية هي ناتجة بالجو ما ممكن تنقل هذه الأتربة وتوديها إلى دولة أخرى، لهذا يعني يمكن هذا الفيديو تناقلوه بشكل أكثر من هذا، يمكن هو هي موجودة عاصفة غبارية وشخص هو سوى هذا حتى يسوي يعني مجموعة آليات، يعني مجموعة آليات ضخمة، وصحيح كانت هنالك رياح قوية ولكن مجموعة آليات وتثير الرمال بشكل غريب جدا، يعني ممكن هذه الحالة بس هي ممكن هي العاصفة الغبارية هي كانت موجودة أصلا يعني، وهذه الآلة هي ممكن كانت فقط للشو، يعني العواصف الغبارية هي عواصف تنشأ بداية من رياح عالية جدا تضرب الأرض وتحرك الرمال والأتربة اللي موجودة في الأرض وتنقلها إلى مكان ممكن يكون قريب وممكن يكون مكان بعيد،
يعني هذا الشخص اللي سواه ممكن يكون الرياح خفيفة والأتربة تكون هي داخل البيئة اللي هو عايش فيها. السؤال وجيه حضرتك طرحته أنه هي التصحر وصل منحى كبير، لكن أنه إحنا كيف نوقف هذا التصحر؟ نوقف هذا التصحر من خلال الخطط الاستراتيجية، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، حتى القطاع الخاص بدأ يصير عنده رؤى استراتيجية موجودة هذه من سنوات، لكن هذه الرؤى الاستراتيجية تحتاج إلى أموال حتى تتنفذ، محتاجة إلى استدامة. يعني أنا من أسوي مشروع إذا ما عندي استدامة في صيانة هذا المشروع، مثل مشروع الألفين نخلة، إذا ماكو استراتيجية لاستدامة هذا المشروع ممكن سنة سنتين ويفشل هذا المشروع نتيجة قلة التخصيصات من الحكومة. وصار عندنا في مشاريع كثيرة أنه إحنا نبني المشروع نكمله، قلة التخصيصات المالية للصيانة المشروع يصيبه ضرر كبير حتى ما يرجع يقف من جديد. لهذا الاستدامة مهمة جدا، تعشيق القطاع الخاص مهم جدا. يعني مثل هكذا مبادرات إذا حصلت موافقة وزارة الزراعة عليها وزارة الموارد المائية ممكن يحصل دعم أكثر من المنظمات. يعني يعني قبل فترة وصلني فيديو في البصرة، في 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 البادية في البصرة، مواطنين بيزرعون نخيل وأشجار، وطرق بالفيديو مات أنه محتاج بير يحفر بير حتى يوصل مي لأنه يجيبه بالحوضيات وتكلفه. فاتصلت بالسيد الوزير قال لي بس جيب عنوانه وكذا، خلنا نتصل بين بز هيئة الهيئة العامة للمياه الجوفية إذا أكو بير صالح ممكن يستفاد منه نحفر له بير. تم هذا الموضوع حسب متابعتك؟ أكو اتصالات تمت من الهيئة العامة للمياه الجوفية وممكن هذا تم الموضوع. يعني 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 هكذا مبادرات، هكذا مبادرات، هكذا مبادرات هي اللي ممكن تنهي التصحر في العراق. الموارد المائية على مثل ما نقول قلت، لكن قلت لكن هي كافية. طيب. إذا استخدمنا التقنيات الحديثة، نعم، في نفس هذه الإطلاقات نزرع 150% من نفس الخطة اللي زرعناها. طيب. في هذا الشكل. في هالأثناء أستاذ لبيب، شنو التحديات اللي واجهتكم هسه؟ في الجزء السابق تحدثنا عن اختيار الأراضي وغيرها وملائمتها، ولكن أستاذ حاتم طرح أن عدة تحديات منها المالية واستدامة هذه المبادرة وزراعتها. التحديات اللي واجهتكم ابتداء من التلقيح والمياه والأمور المالية وصولا إلى إنتاج التمور. تمام. والله حقيقة يعني احنا تعرضنا لعدة تحديات مثل ما ذكرت انه احنا بلشنا ب 2018 كانت انه الوضع الحكومي، الموازنات الحكومية والتخصيصات الحكومية كلش قليلة، فاحنا كأصحاب مبادرة اتفقنا على شيء واحد، انه من اخذ اي مبلغ او اي دعم من الحكومة حاليا انه هي ما تقدر انه تخصص الساعة، فاحنا لازم نشتغل ونستدام. طيب ونثبت وجودنا. قلتوا احنا داخلين شركه ربحيه، صحيح، منين تحققون الارباح؟ نحقق الارباح من انه انتاج التمور، من الشراكات الموجوده والمنازل، من استثمارات اصحاب المزارع اذا يريدون يستثمرون بالمزارع مالتهم، من هاي تجينا الارباح. وكذلك هسه قاعد نشتغل على الاسمده العضويه، عم تجي انه استدامه ماليه مستمره خلال السنه. بهاي الطريقه انا لما اثبت وجودي واثبت انه شغلي حقيقه، لما اجي على القطاع الحكومي انا ما راح اقول له انه تعطيني تخصيصات ماليه، مثل ما ذكر انه اكو تشالنج بالموضوع، اكو تحدي. لا، انا اجي اقول له انا مثلا اذا احتاج تسهيلات او مثلا دعم لوجستي، عاود ننفذ خطة استراتيجية كبيرة مثل انه حزام الاخضر باعداد نخيل كلش كبيرة. هذا الشيء انه لما نسويه يعني احنا كقطاع خاص لازم نتحمل مسؤولية، ان مو نفكر فقط انه شلون انا اربح، لا، انا شلون احل مشكلة، وهي هي يسموها ريادة اعمال، انه انا شلون احل المشكلة اللي عدة اصحاب المصلحة هواية يعني متعرضين لها، مثل القطاع الحكومي، القطاع الخاص، اصحاب المزارع. بنفس الوقت من التشالنج اللي احنا شفناه اليد العاملة خصوصا الصواعيد، الصواعيد هي هم يعني فترة طويلة هم يشتغلون كوحدة، كأنه هو شخص واحد ما مشتغل ضمن الشركة، فبالصعوبة قاعد نلقى أنه صواعيد يكونوا ملتزمين بدوام ويلتزمون براتب ويلتزمون بالمكنة. ما دخلت بهذا الجانب؟ بهاي هنا اللي قاعد أذكرها. هالسنة جربنا أنه ندخل المكنة، فقلنا أنه ندخل الرافعات، إذا حتى إذا تلاحظوها حتى موجودة على السوشيال ميديا مالتنا، إنه شلون استخدمنا الرافعات بالشوارع. الرافعة مالت السيارات الرافعة
صاعود وحده كان يخلص عندنا باليوم تكريب تقريبا 10-12 نخله، ويرى في حقهم يخلص 30 نخله باليوم الواحد. نعم. هذا عدد كلش ضخم بالنسبه لنا. كذلك راح يقدر انه يستعمل المنشار الكهربائي، انه لما بالتبليه ما يقدر يساعد ويا منشار كهربائي، خطر عليه، بس ويا الرافعه راح يخلص بعد اكثر. طيب. فاستخدام المكننه واستخدام التكنولوجيا داخل من ضمن الخطه مالتنا. حسن المنتوج وبيع المنتوج هذا جانب تجاري، ولكن هل من الممكن ان تدخل ضمن الحسابات التجاريه والاستفاده التجاريه قضيه اتساع الحزام الأخضر، الحد من العواصف الترابية وغيرها؟ ممكن إذا وصلت بنسب معينة وبلغة الأرقام أنه حديت من هذه المخاطر، راح تأخذون مبالغ أو تقاضون مبالغ على توفير هكذا حزام أخضر للبلد، لبغداد وغيرها من المحافظات؟ طبعا من ضمن الخطة الاستراتيجية مالتنا هو الحزام الأخضر، أنه نضع أسس مالت الحزام الأخضر بطريقة أنه إحنا من أول ما نزرع النخلة، ومثل ما ذكروا الأساتذة أنه العناية بها مو بس فقط زراعتها وتركها، لا، العناية بها إلى وضع الإنتاج بحيث الحزام الأخضر يبدي هو يستدام نفسه. نعم. فالحزام الأخضر من ضمن الخطة الاستراتيجية مالتنا، وبالتعاون مع الوزارات إن شاء الله والقطاع الحكومي وكذلك قطاع المنظمات. إحنا ما نريد أنه نخلي كل العادق على القطاع الحكومي ولا كل العادق علينا، كنا نشارك بحل هذا. قضية التشاركية مهمة جدا. دكتور أحمد، هل هناك خطة وضعتها وزارة الزراعة للتقليل من هذه الأتربة والعواصف الترابية والرملية، بالتالي الحزام الأخضر؟ نتذكر سابقا كانت بعض الأشجار دائمة الخضرة، الكالبتوز والأثل وغيرها، هسه ايش قد نسبتها؟ وبقت أنه وزارة الزراعة محافظة على هكذا أنواع من مصدات العواصف؟ استاذ احمد ذكر استاذ حاتم انه الاستدامه يجب ان يكون هناك تخصيص مالي مستمر ومتوفر. حقيقه هذه المشاريع العملاقه اذا ماكو سيوله ماليه وماكو تخصيصات مال لا يمكن استدامتها. ولذلك ناكد على ان يكون دور القطاع الخاص اللي يعمل على استدامه مثل هكذا مشاريع. وزاره الزراعه عندها دائره مختصه في مجال مكافحه التصحر، لها دائره الغابات ومكافحه التصحر، تعمل على جانبين اللي هي جانب الاثر البيئي وجانب تثبيت الكثبان الرمليه. وعندنا حاليا عده مشاريع واقرت بعض البرامج لمكافحه التصحر وتثبيت الكثبان الرمليه، وعملت عده دوائر وقطاعات مشتركه في وزاره الزراعه مع وزاره الموارد المائيه على تثبيت الكثبان الرمليه في الخط السريع بحدود 100 كيلو من حدود السماوه للناصريه. وكان هناك فريق فني برئاسه السيد الوكيل الفني وفرق فنيه ايضا من اساتذه وخبراء من الجامعات وايضا بعض الخبراء الدوليين على تثبيت الكثبان الرملية لهذه المناطق المحاذية للخط السريع، وزراعة حزام أخضر، وبناء بعض المزارع النموذجية اللي تكون 400 دونم، واستخدامها كأصول لإنتاج النخيل والأصول الفاكهة والزيتون، تعتبر مورد اقتصادي ويمكن أن يعطى بالمستقبل كاستثمار لتشجيع واستدامة هكذا مشاريع. التثبيت شلون يتم دكتور؟ يعني التثبيت بعدة طرق، احنا شفنا الرمال المتحركه وغيرها، وحتى على الخط السريع لربما تزحف تقطع الطرق، لحد الان انه ما عندنا معالجات، او لربما اعلامكم ما سلط الضوء على هذا الموضوع. طبعا الاعلام يهتم دائما بالقضايا اللي تكون هي بالجانب السلبي، لكن المبادرات وتشجيع المبادرات البعيد يكون الاعلام يكون بعيد عنها. لكن هذا المنابر ومنبركم الكريم انه يعطي مجال للمختصين والعاملين في وزارة الزراعة على مداريها. عندنا الدائرة المختصة في هذا المجال هي دائرة مكافحة التصحر، وعندها أيضا بعض البرامج اللي عملت على تثبيت الكثبان الرملية، لا بل أيضا إنتاج شتول مقاومة للجفاف، مشاريع لإنتاج بعض الأصناف المقاومة للجفاف جدا، وهي الدائرة المخولة حاليا واللي تعمل مع الأمانة العامة على هذا المشروع، الطريق 100 كيلو وبعض المناطق اللي يعمل على تثبيتها وتحويلها الى احزمه خضراء ووقف الزحف، بالاضافه لانه عندنا بعض المناطق اللي بالمناطق الصحراويه دعمناها من خلال التشجير وتزويدها ببعض الاصناف اللي يمكنها تقاوم الجفاف وتقاوم الشد الرطوبي وتقاوم ايضا الاملاح، ويمكن انه العمل على استدامتها من خلال مراقبتها واشراك بعض القطاعات الاخرى. ايضا عملنا مع المدارس، عملنا مع الكليات والمعاهد التقنيه واعداديات الزراعه على تشجيع مبادرات الحزام الاخضر وتشجيع مبادرات الزراعه. لكن هذا ايضا يحتاج الى الاستدامه. كانت لوزاره الزراعه تجربه رائده في عام 2008 اللي انطلقت هي المبادره الزراعيه، حقيقه كانت مبادره مشعه و
لها ملامح مضيئة بتحسين الإنتاجية وأيضا تطور القطاع الزراعي. وبعض المحاصيل اللي حققنا بها في مجال إنتاج النباتي والثرى الحيوانية من إنتاج البيض واللحوم، هذه هي عبارة عن شذرات لتلك المشاريع اللي أقرت في 2008. تحتاج وزارة الزراعة أو وزارة الموارد إلى مبادرات وتكوين مجالس عليا للزراعة والمياه لاستدامة وعمل هكذا مشاريع. لا يمكن، احنا طرقنا في بداية الحديث، ان تكون وزارة الزراعة منفردة عن بقية الوزارات، ولا يمكن ان تنجح هذه الخطط ما لم يكون هناك شريك مستمر من خلال التمويل وشريك اخر من خلال المساهمة كدور وزارة الموارد المائية. وايضا وزارة الزراعة شجعت الاستثمار في والقطاع الخاص تهيئته وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق. وايضا السيد الوزير اوعز الى تشريع قانون لاستخدام الاراضي الصحراوية وتمليكها وتوسيع القطاع الزراعي ونشاط القطاع الزراعي. وعندنا مبادرات العتبة واضحة في كربلاء، وهذه الأراضي الصحراوية تحولت إلى واحات خضراء، لأن القطاع الخاص هو عبارة عن أكثر استدامة بالنسبة للتمويل ويكون مسيطر أكثر في الاستدامة. هذه المبادرات احنا داعمين إليها من خلال توفير البنى التحتية، سواء تشريع قوانين أو حماية منتج أو توفير معدات أو توفير خبرات، احنا داعمين لكل هذه النقاط. اقتبس من حضرتك دكتور أحمد قضية المجلس الأعلى، تشكيل مجلس الأعلى أستاذ حاتم لمكافحة التصحر ودعم الحزام الأخضر في العراق، نضيف له المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاث اللي تشرف عليها وزارة البيئة بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة. بالتالي هاي حتى واحد من مشاكلهم انه يقول لك اذا خلينا المنظومات الشمسية هم راح نعاني من الأتربة اللي تترسب عليها وتوقف عليها، وبالتالي راح تحجب تقلل من كفاءتها. خلينا نرجع الى قضية تشكيل المجلس الأعلى. هاي القضية ما راح شوف انه فاعليتها تكون كبيرة باعتبار ان سياسة اكثر من وزارة واكثر من قطاع حكومي وغير حكومي، تظل حتى لو تغيرت الوزارات او الحكومات المتعاقبة هذا المجلس الأعلى راح يحافظ لنا على هذه الخطة الخمسية او العشرية؟ طبعا العمل المؤسساتي يعني ممكن انه يحافظ على نجاح اي عمل ممكن انه انت تبدي به. ليش؟ لانه صراحة تغيير الوزارات يعني كان كل 4 سنوات، حاليا كل 2 ومرات كل سنة، هذا يؤثر في بعض الأحيان في قراراتها على تنفيذ الأعمال، يعني مرات تدخل المزاجية فيه. لهذا تأطير العمل من خلال لجان عليا برئاسة أعلى سلطة في الدولة مهم جدا لغرض استدامة أي عمل. ليش؟ لأنه مثل ما قال الأستاذ أحمد أنه العمل إذا وزارة الزراعة تريد تنشئ مشروع يجب أن تكون موافقة وزارة الموارد المائية، يجب أن تأخذ موافقة المحافظة، يجب أن تأخذ موافقة الجهات الساندة مثل وزارة النفط، وزارة الكهرباء، الوزارات الأخرى. وحتى لو حصلت هذه الموافقات يعني 4 سنين عمر الحكومة ما تكون كافية لتنفيذ هذا العمل. العمل المؤسساتي لو كانت هذه اللجنة العليا موجودة فهيكون بيها خبراء موجودين في كل من كل وزارة بإشراف مثلا الوكيل الفني في كل وزارة، خلي تكون في رئاسة يعني برئاسة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، لكن القطاع الفني لما يكون هو مستدام في هذه اللجنة راح تشاهد انه اي وزارة ممكن تتبدل، المؤسسة هذه تعمل بشكل جيد وبشكل مستدام لتنفيذ خطة هم عدوها مثلا قبل 2، يعني ما تتغير الخطة بتغيير الوزارات. فهذا يعني التأطير المؤسساتي مهم جدا. احنا عندنا بالنسبة للمياه اللجنة العليا للمياه برئاسة دولة رئيس الوزراء ووكالة وزير الموارد المائية وأطوية وزير الزراعة ووزير الإسكان ووزير الخارجية ووزير التخطيط، ضروري حتى وزير المالية، نعم بالشخصية المعنوية حتى عند تغير الوزير وزير الحكومة طبعا نفس المجلس حيكون نفس اللجنة حتكون موجود بس الأشخاص تتغير، لكن اللجنة الفنية اللي تقدم مسودة العمل دي لازم تكون فاتة بالتأكيد، يعني الخبراء والمدراء العامون بالأصالة والوكالة. وهذا الموضوع أيضا
ربما كانت هنالك اكثر من دعوه من الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بايجاد مجلس اعلى لكل قطاع حيوي ومهم، يعني مجلس اعلى للتعليم في العراق حتى يحافظون على المناهج بالاضافه الى المياه التصحر غيرها، وهذه الطريقه لربما تكون فاعله ومهمه. نرجع لما طرحناه على متابعينا الكرام من سؤال استطلاعي، وعندما سالناهم هل تعتقد ان شح المياه او شبح التصحر سيهدد ما تبقى من الاراضي الزراعيه في العراق، كانت الاجابات بنسب مئويه 55% قالوا نعم التصحر راح يهدد ما تبقى من الاراضي الزراعيه، و 40% قالوا لا خلينا نبني بيوت ونبعد وندب النخر، و 5% تحفظوا على الاجابه. ضيوفي الكرام، اتقدم لكم بالشكر الجزيل للاستاذ حاتم حميد مدير المركز الوطني لاداره الموارد المائيه، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ حاتم، والدكتور احمد حسين شكرا جزيلا لحضرتك معاون مدير دائره البستنه في وزاره الزراعه، كل الشكر لكم، والمدير التنفيذي لمشروع نخله الاستاذ لبيب كاشف الغطاء، شكرا جزيلا لحضرتك والحوار في هذه الحلقه، شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه، نلتقيكم في ايام رمضانيه مقبله، في امان الله.